أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء من A1 TV. بعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالشهداء المدنيين والعسكريين الذين قضوا جراء الحرائق التي تشهدها عدة ولايات في الجزائر. وعبر جلالته باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل. وأكد جلالته في البرقية وقوف الأردن وتضامنه مع الأشقاء الجزائريين في مواجهة الحرائق. مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس إلى تسريع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا والإقبال على الفحص لمخالطي الحالات أو من لديهم أعراض للتقليل من عدد الإصابات خلال فتح القطاعات. وحذر شركس من عدم تسارع وتيرة التطعيم بالقدر المطلوب وعدم إقبال الناس على إجراء فحوصات كورونا، وكذلك من امتناع المؤسسات والمصانع عن فحص منتسبيها، مبينا أن هذا الامتناع لا يصب في المصلحة العامة. وقعت اليوم الخميس اتفاقية لتعزيز التعاون الثلاثي البيني خاصة في المجال الإنساني بين جمعيات الهلال الأحمر الأردني والعراقي والمصري، استنادا لمخرجات القمم الثلاثية بين القيادات السياسية للدول الثلاث خلال العامين الماضيين، والتي توجت بقمة بغداد خلال شهر حزيران الماضي. وبموجب الاتفاقية التي جاءت بمبادرة من البعثة الإقليمية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تم الاتفاق على تضافر الجهود الإنسانية لرسم نموذج للتعاون والتكامل في مجالات العمل الإنساني والتنموي وخدمة المجتمع. اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم ساحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى في بيان إن الاقتحامات نفذت بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحة إلى أن 100 مستوطن اقتحموا المسجد عبر باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من الحرم القدسي الشريف. ومن أخبار الرياضة، ناقش اتحاد كرة القدم مع نظيره السوري تفاصيل استضافة استاد الملك عبد الله الثاني بالجويسما لمباريات المنتخب السوري خلال مناقشات الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022. وسبق للاتحاد السوري أن اختار بالتنسيق مع الاتحادين الأردني والآسيوي عمان لاستضافة المباريات البيتية للمنتخب الشقيق في منافسات المجموعة الأولى من الدور الحاسم التي تضم منتخبات إيران وكوريا الجنوبية ولبنان والعراق والإمارات، وإلى جانب المنتخب السوري. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.